بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي ان انا ارحب بكم جميعا، اهلا وسهلا. شرفتونا في بلدكم مصر، واحنا سعداء ان احنا نلتقي بكم كوجهاء وشيوخ لكل قبائل الدولة الليبية. كل الاحترام وكل التقدير وكل الاعتزاز بيكم وكل الأمانة الطيبة لليبيا المستقرة الموحدة، ليبيا الأمان والسلام. وأنا يمكن كنت حريص على أن أنا ألتقي بيكم عشان يعني تسمعوا مني بشكل مباشر قد إيه إحنا بنحترمكم، وقد إيه إحنا بنحبكم، وقد إيه إحنا بنتمنى لكم زي ما بنتمنى لبلادنا كل الخير والسلام. وعمرنا ما نظرنا إليكم إلا بكل احترام وبكل تقدير وبكل اعتزاز، وحرصنا دائما على ألا نتدخل في شؤونكم. الموقف في ليبيا بقاله النهاردة ما يقرب من 10 سنوات. وخلوني أتكلم يعني في كلمة المفروض أراها، لأن أنا هكلمكم كلام إنسان أخ لكم بيتابع الأحداث اللي بتمر في منطقتنا، ومش هقول أكتر من ملاحظاتنا على وضعنا كبلاد حصل فيها تغير كبير خلال 10 سنين اللي فاتوا. ويا ترى التغير ده اللي حصل كان بداية لخير ووحدة وبناء وتنمية وتعمير، ولا كان بداية لحاجة تانية؟ السؤال إجابته عن يعني علينا عندنا كلنا، أتصور إن إحنا شايفينه. سواء كان التغير ده كان تغيير الهدف منه كان بناء، ولكن ممكن تكون الأمور ما مشيتش في طريقة السليم. وبالمناسبة عندما تدخل البلاد في الفوضى يصعب إنها تنتهي منها إلا بإخلاص المخلصين من أبنائها. وطبعا مش هيبقى فيه أخلص من شيوخ ووجهاء القبائل في ليبيا، لأن هم مسؤولين. كل شيخ قبيلة وكل يعني كبير من كبرائكم حريص على ناسه، وبالتالي هتبقوا حريصين على استقرار ليبيا. وهقول لكم حاجة، اللي هيحدد مصير ليبيا مش الناس اللي برا، انتم عندما يعني تضعوا ايديكم في يد بعض وتخلص النوايا والجهود لصالح الناس في ليبيا انها تعيش بامان وسلام. مفيش حد هيقدر ابدا يقرر مصيركم، انتم اللي هتحددوا ده. وبالمناسبة احنا بنتعامل مع ليبيا كليبيا، ما فيش حاجة عندنا اسمها يعني المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية والجنوب، الا اذا كان ده تقسيم جغرافي يعني. يعني احنا موجود معانا هنا من المنطقة الغربية عندنا شيوخ وقبائل وجهاء القبائل المصرية في المنطقة الغربية، لكن ده معناه ان المنطقة الغربية تبقى جزء بعيد عن مصر؟ لا. فاحنا بنتعامل ولازم كلنا اذا كنا نعم ليبيا واحد. ايوه ليبيا واحد، ليبيا واحد، واحنا مع ليبيا الموحدة. وده خط مثابت احنا قلناه على مدى الفترة اللي احنا كنا ملتزمين بيها.